ليس لنا ما نعطيه لله ولا حتى ما نعطيه للناس، ولا حتى ما نعطيه للناس. ده احنا لما نعطي للناس بناخد من ربنا الذي نعطيه لهم، ناخد من ربنا اللي بنعطيه لهم. ولما بنعطي حاجة للكنيسة بنبقى ناخد من ربنا اللي نعطيه للكنيسة، زي الكلمة اللي قالها داود وشعبه في أثناء بناء الهيكل، قالوا لربنا: منك الكل ومن يدك أعطيناك، من يدك أعطيناك. يعني احنا بناخد من ايدك عشان نعطيك. زي الواد الصغير اللي يقول لابوه: اشتري لي عود قصب واديك منه عقل. هو بيعطيله من اللي بياخده فيه، او ابوه يديله باكو شوكولاته يديله هو واحده. فمن يدك اعطيناك.